مرحبا. ميديكال تيب اليوم عن التواء العمود الفقري اي سكوليوسيس. الالتواء في يكون من ميل لميل او من قدام لورا او مبروم. على الاكس راي او الاشعه بنشوف سكوليوسيس على شكل سي او اس، عاده بتبين او بتزيد بعمر المراهقه واكثر عند البنات. السبب منه كتير واضح وممكن ينقل بالوراثي. كتير ما بيسبب الانحراف بالعمود الفقري وجع خلال فترة البلوغ، خصوصا إذا ترك الانحراف من دون معالجة. وممكن نشوف علامات مثل عدم انتظام الجهاز العضلي على ميل من العمود الفقري، اختلاف وعدم انتظام بمستوى الكتف والقفص الصدري، اختلاف وعدم تناسق بالثدي، اختلاف بطول الذراعين، وميلان بالرأس جانبيا. عند الأولاد اللي عم ينمو الطبيب بيوصف مشد من البلاستيك اللي بيصحح شكل الجسم وبيتجنب تزايد الالتواء. أهم عملية جراحية للسكوليوسيس هي دمج العمود الفقري وتثبيت عدة فقرات مع بعضهم اللي بتعطي نتيجة كتير منيحة. صحتكم مهمة بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.